معنا الآن من خلال فريق العمل للتلفزيون المصري في مدينة السلام لقاء مع زميلة ريهام الديب، وهذا الحوار الحصري مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت. بحضراتكم مشاهدين على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري الفعاليات الخاصة باليوم الأول لمؤتمر تغير المناخ COP27 هنا في مدينة شرم الشيخ ما زالت متواصلة. اليوم هو اليوم الخاص بالافتتاح الرسمي لمؤتمر تغير المناخ. بالأمس طبعا تابعنا الافتتاح الإجرائي لهذا المؤتمر المهم، واليوم كان الافتتاح الرسمي وتوافد الرؤساء وأيضا قادة الدول ورؤساء الحكومات، بالإضافة أيضا إلى رؤساء الوفود ومختلف المنظمات الإقليمية والدولية. فعاليات كثيرة بيشهد هذا المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، وبيشرفنا للحديث عن أهمية انعقاد هذا المؤتمر هنا في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ. معالي الوزير عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهلا بسيادتك يا فندم، مشرفنا على شاشة التلفزيون المصري. معالي الوزير، الحقيقة يعني هذا المؤتمر له خصوصية، أولا له رمزية أنه بينعقد في المدينة الخضراء مدينة السلام مدينة شرم الشيخ، والسيد الرئيس النهاردة قال أنه بتتعلق بها القلوب والأنظار والعقول، لأنه دائما ما تحتضن العالم في فعاليات مهمة. برأيك يعني كيف استطاعت هذه المدينة مدينة شرم الشيخ أن تكون نموذج أمام العالم بأسره للتحول إلى الأخضر، التحول إلى مدينة خضراء، لكي تعطي نموذج أمام العالم بأهمية الحد من الآثار الضارة والسلبية للتغير المناخي التحول إلى الأخضر؟ الحقيقة يعني ما جرى في شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء في يعني الفترة الماضية استعدادا للمؤتمر أمر يدعو للإعجاب، لأن كل يعني جهات الدولة تضافرت جهودها وتناسقت أعمالها لكي تخرج مدينة شرم الشيخ اليوم كما نراها. الحقيقة مدينة متألقة تستخدم الطاقة النظيفة في مختلف مرافقها وخدماتها، أيضا مدينة ذكية كل ما فيها من مرافق كدخول المؤتمر، التعرف على فعالياته، حجز وسائل النقل وارتيادها، كل هذا يجري من خلال تطبيق يعني شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جهات أخرى في بنائه لكي نقدم تجربة يعني ممتعة وناجحة لكل رواد المؤتمر أثناء إقامتهم في مدينة شرم الشيخ. نعم، هذا المؤتمر بيحمل شعار معا للتنفيذ، وهذه هي الخصوصية التي تميز هذا المؤتمر. برأيك كيف يمكن أن نصل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والواقعي من خلال تكاتف المجتمع الدولي بأسره لأن يتم الالتزام تجاه الدول الأكثر تضررا من الانبعاثات الضارة ومن الآثار السلبية للتغير المناخي؟ يعني أرى الحقيقة أنه إطلاق يعني عبارة أو وصف أن هذه الدورة من المؤتمر المناخ هي دورة التنفيذ هي رسالة في منتهى القوة، لأنه بالفعل يعني تؤكد أن مصر معنية بالأفعال وبالأثر وليس فقط يعني مناقشات مهما بلغت قيمتها، ولكن الأهم هو الأثر البيئي والأهم هو المردود من كل ما يبذل من مجهودات ومبادرات في سياق الأثر البيئي وتقليل الانبعاثات الحرارية. وربما كلمة السيد الرئيس تعكس هذا اليوم، لأنه حدد درجة ونص كهدف ينبغي أن يسعى كل العالم لتحقيقه، أطلق عبارة ووصف أن هذه الدورة هي دورة التنفيذ ليكرس معنى أن المؤتمر قيمته و يعني هدفه هو تحقيق أثر على الأرض. بشكر سيادتك، شكرا جزيلا معالي الوزير وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمرو طلعت، شكرا جزيلا، ودايما حضرتك بتشرفنا على شاشة القناة الأولى. شكرا لحضرتك يا فندم، ومشاهدينا متواصلين مع حضراتكم في هذه التغطية الحية لشاشة التلفزيون المصري لكل ما يتعلق بفعاليات المؤتمر الأهم والحدث الأهم الآن على الساحة المحلية وأيضا على الساحة العالمية، مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي ينعقد هنا في المدينة الخضراء مدينة شرم الشيخ.